أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العربية والدولية، ولكن بعد أبرز العناوين. على المدى المخاوف من استمرار الأزمة المالية ترفع سعر صرف الدولار. العرب اللندنية مستعمرة زراعية في جرف الصخر ترسخ قدم إيران جنوبية العاصمة العراقية. ألترا عراق بعد إصابات بفيروس كورونا في المدارس التربية الدوام مستمر. على الزمان وفد برلماني كردي يبحث في بغداد الأسبوع المقبل حسم خلافات النفط والموازنة. العربي 21 رئيس حماس بالخارج في ذكرى الانتفاضة متمسكون بالمقاومة. العربي الجديد شنكر السفارة الأمريكية باقية ببغداد. واشنطن بوست حلفاء ترامب العرب يمثلون امتحانا لبايدن ولن يحدث تغيير كبير في السياسة الأمريكية. الإدارة الأمريكية انهزمت في العراق عسكريا وأخلاقيا وسياسيا، وأن الدول الإقليمية الداعمة لرموز العملية السياسية منذ العام 2003 قد أصبحت مفضوحة لدى الغالبية العظمى من العراقيين، وتأكد للجميع أن معاول هدم وتدمير وتمزيق العراق تعمل بصورة مطلقة لخدمة تلك الدول، وهذا يفقدها أي نوع من الرمزية الوطنية ويرميها في خانة العملاء والمخربين والمنتفعين. ويمكن تلمس ذلك بوضوح كبير من الرأي الجمعي للعراقيين ولغير العراقيين عند وصفهم لجميع الذين عملوا في الحكومات المتعاقبة منذ الغزو في العام 2003 وحتى الآن باللصوص والقتلة والفاسدين. جاء ذلك في مقال الكاتب وليد الزبيدي في صحيفة الميثاق الوطني العراقية. نتابع. طالما أن المشتغلين على تخريب العراق قد اعتمدت على واحد من أحد العناصر الأساسية في مفهوم الدولة، وهو دستور أكتوبر للعام 2005، والذي يثبت يوما بعد آخر أنه يمثل أس البلاء، لهذا وضعه غالبية العراقيين في خانة الرفض القاطع، وهذا جانب في غاية الأهمية. وبالنسبة للعنصرين الآخرين في مفهوم الدولة وهما الأرض والبشر، فإن الأرض لا يمكن محوها مهما فعل هؤلاء، وإن الشعب قد شخص الطبقة المتسلطة كما لم يحصل في السابق، فإن عوامل بقاء هؤلاء واستمرار مخططهم قد باتت في أوهن حالاتها رغم الدعم غير المحدود من بعض الدول التي توظف هؤلاء لمشاريعها ومخططاتها. من الملاحظ أن الغضب بين العراقيين قد حقق قفزات عديدة، وأن القلة من العناوين والشخصيات الوطنية التي طالما حذرت من هؤلاء السياسيين منذ بداية الاحتلال قد التحق بهم الملايين من العراقيين، وتؤكد المؤشرات على اتساع جبهة العراق في مواجهة القلة المتسلطة، وهذا يشير إلى أن مشاريعهم تراجعت بقوة ولم تعد ترتكز إلى أي من عناصر تلك التي كانت داعمة لهم في السابق. وفي الخلاصة، إن الدول والشعوب قد تتعرض لزلازل كما حصل في الكثير من الدول والأمم عبر التاريخ، لكن الذي يسعى لتهديم البلاد لن تغفر له العباد أو لن يغفر له العباد ولن يتركونه يعبث كما يشاء هو وأسياده. كما يؤكد ذلك أن العراق وما يؤكد ذلك أن العراق لا يمكن محوه، وأن جميع الممارسات من قبل الطبقة المتسلطة التي سعت في كل دقيقة لتحقيق هدفها بإنهاء هذا البلد قد باءت بالفشل، على أمل تنشيط الجهد الوطني لبدء مرحلة تنمية حقيقية وبناء جديد. إيران اليوم تلعب لعبة قذرة في محاولتها التموضع قوميا والتوسع، مستخدمة أدوات شتى أكثرها سوءا الأداة الدينية التي أشعلت من خلالها فتيل أزمات ما كان الشرق الأوسط بحاجة لها. وطبعا لا حول إيران وحدها وعلاقتها بجوارها وعموم الأمة، كتب إياد الدينيمي حول ذلك مقالا في صحيفة العربية الجديد. نتابع. من المهم الإشارة إلى ما فعلته إيران طوال سنوات ما بعد غزو العراق عام 2003،
من عمليات اغتيال طاولت عشرات بل مئات وربما آلاف من المهندسين النوويين العراقيين وعلماء في الطاقة وأطباء وأساتذة وطيارين وضباط في الجيش العراقي السابق. يومها مارست إيران إرهابها بمنتهى الأريحية من دون أن نسمع من يعتبر أنها جزءاً من الأمة يتحدث عن هذا الإرهاب المرفوض، بل إن كثيرين كانوا يعتبرون اغتيال الطاقات والكفاءات العراقية جزءاً من تصفية الحساب بين إيران وبقايا النظام البعثي، وأن ما كان بين إيران والعراق من حرب السنوات الثماني يبيح لها ما تفعل بأعداء الأمس. ووفق هذا المنطق الغريب، كانت ألسن كثيرة ترفض ما جرى لزاد اليوم في أفواه مغلقة لا تبنس ببنت شفة، نقداً ورفضاً لما فعلته إيران وقتها وما زالت تفعله. فبعد أن أتمت مشروع تصفية العقول العراقية، ها هي اليوم ومن خلال ميليشياتها المتنفذة في العراق تنفذ مشروعاً لتصفية أي صوت وطني رافض لوجودها في العراق. نعم، تدرك إيران جيداً تفاصيل اللعبة، لا تظهر بالصورة وتتخفى وراء هذه الميليشيات أو تلك، على الرغم من أن تلك الميليشيات تجاهر بالقول أنها لا تخرج عن طاعة الولي الفقيه في طهران. آن الأوان لإيران أن تعيد التفكير ببراغماتيتها الوحشية في التعامل مع جيرانها، فهذا جوار باق بحاجة إلى تفاهمات تدوم، وبخلاف ذلك لا يمكن منع عراقي أو سوري شرد وقتل وعذب على يد ميليشيات إيران من أن لا يتعاطف معها حتى لو كان عدوها إسرائيل، حتى لو ظل يسمع من يرددون ليل نهار أن إيران جزء من الأمة بحسب الكاتب. تقول صحيفة العرب اللندنية في تقرير نشرته إن حلم السكان السنة المهجرين من ديارهم في منطقة جرف الصخر جنوبي العاصمة العراقية بغداد آخذ في الابتعاد والتواري في ظل تقادم سيطرة الميليشيات الشيعية ومن وراءها إيران على المنطقة وعملها الدؤوب على تركيز مصالح اقتصادية إيرانية لها هناك بهدف تأييد تلك السيطرة وهدف فرضها أيضاً كأمر واقع لا يمكن تغييره. نتابع. تصطدم الجهود الهادفة لتطبيع الأوضاع في منطقة جرف الصخر المنتزعة بقوة سلاح الميليشيات الشيعية من سكانها السنة بجهود مضادة لفرض الواقع الجديد في تلك المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي قريباً من العاصمة بغداد وعلى الطريق المتجه صوب الجنوب حيث كربلاء والنجف. وتخطط الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران مرحلة بسط السيطرة على المنطقة التي تم إفراغها من سكانها الأصليين خلال معركة استعادتها من تنظيم داعش في خريف سنة 2014 نحو تأبيد تلك السيطرة بتركيز بنية تحتية اقتصادية واستثمارية، بعد أن تم خلال السنوات الماضية إنشاء بنية أمنية دائمة تتمثل في إقامة معسكرات ومراكز مجهزة لتجنيد وتدريب وتعبئة المقاتلين، كما تشمل إقامة مخازن وورش لتجميع وتركيب الأسلحة المهربة من إيران من طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وتمثل المنطقة التي تتميز بخضراتها وكثرة بساتينها موقعاً نموذجياً لتمركز الميليشيات وإقامة مخازن لأسلحتها بعيداً عن رقابة الطيران الأمريكي، حتى إن الكثير من المصادر يصف جرف الصخر في الوقت الراهن بالمستعمرة الإيرانية نظراً لوجود عدة مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يسهر على تدريب وتأطير الميليشيات التابعة لإيران في العراق. تؤكد مصادر في هيئة الحشد الشعبي أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران حولت المنطقة إلى مستعمرة استثمارية تنتشر فيها مشاريع تربية الدواجن والأسماك وتسمين العجول والحقول الزراعية أيضاً، ومنذ استعادتها من تنظيم داعش قبل أكثر من 6 سنوات لم يسمح لسكان جرف الصخر وهي معقل للسكان السنة خارج العاصمة العراقية بالعودة إليها بذريعة تشكيلهم خطراً على الأمن العام.
اللجان التحقيقية في العراق من أين وكيف وإلى متى؟ وكما يبدو فإن الجماعة يمارسون معنا لعبة الضحك على الدقون، متوهمين أنها جزء من حنكة سياسية أو شطارة وحكمة، بينما هي ضحك على الذات قبل أن تكون على الآخرين، وهي على أي حال ضحك كالبكاء كما يقال. وهم في هذا يتساوون أو يتساوى حالهم مع حال المهرجين في السيرك، فهؤلاء يضحكون على أنفسهم قبل أن يضحكوا على الآخرين أو يضحكوا الآخرين عليهم حول اللجان التحقيقية. كتب حول هذه اللجان التحقيقية صباح الربيعي في صحيفة الزمان العراقية، نتابع. الوضع متأزم والمشاكل تترى والعيون معلقة بأوهام وأضغاث أحلام، وليس في الأفق سوى الوعود الكاذبة والآمال الخادعة، والجماعة ماضون من مطب إلى آخر لا يعبؤون بما يجري. ولنتوقف قليلا عند ما يسمى باللجان التحقيقية التي لا تقوم بشيء من أجل الكشف عن الحقيقة، بل إن ما تقوم به فعلا هو طمس الحقيقة وإضاعة معالمها، ليخرج الجميع فائزين بالحزام الذهبي. فكيف ننسى سقوط المدن العراقية الواحدة تلو الأخرى بيد عصابات داعش وكأنها مدن أشباح لا حراس فيها ولها؟ وكيف تشكلت لجان لا يعرف عنها أحد شيئا وكأن كل ما جرى كان بفعل ساحر؟ وهل تغيب عن الذاكرة تفجيرات الكرادة المؤلمة ببغداد في ليلة العيد واستشهاد 324 عراقيا لا ذنب لهم سوى التسوق للعيد كما يفعل خلق الله في كل مكان؟ أما انتفاضة تشرين الخالدة فستظل عالقة في الأذهان بعد أن سقط 700 شهيد وعشرون ألف جريح. ولا تسأل عما جرى مع لجنة التحقيق التي توصلت إلى نتيجة مبهرة، وهي أن لا أحد أطلق الرصاص على أحد، وأن هؤلاء الشهداء سقطوا لأن الجن هو من أطلق الرصاص. تأتي قصة غرق العبارة السياحية في الموصل واستشهاد 120 عراقياً أباً عن جد لتكمل مسلسل الغرائب، إذ تم تشكيل لجان من الرئاسات الثلاث لا نعلم عنها شيئاً حتى هذه اللحظة، ويبدو أن الحقيقة قد غرقت في الأخرى، وهناك آلاف التفجيرات التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء، ولم تفعل آلاف اللجان شيئاً. في 27 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعلنت إيران اغتيال محسن فخري زادة، رئيس منظمة الأبحاث والابتكار في وزارة الدفاع في منطقة أبسود القريبة من العاصمة طهران. تصريحات وبيانات قالت إنه قتل في اشتباك مسلح، ثم تداركوا الأمر وقالوا إن العملية كلها تمت عبر منظومة أسلحة ذاتية الاستهداف تدار عبر الأقمار الصناعية. لماذا تبدلت الرواية؟ كي يستمر النظام بتسويق نظرية إيران التي لا تقهر. وهنا يجب أن نذكر أنه في حادث مقتل قاسم سليماني كان الموقف على النمط نفسه، وهو التقليل من شأن الخرق الاستخباراتي المضاد لها. مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، نتابع. إن ردت طهران على الاغتيال باغتيال مقابل فمعنى ذلك أنها تطوعت للذهاب إلى مسرحية طويلة من الاغتيال والاغتيال المضاد في كل مكان من العالم. لذلك سيفكر صانع القرار كثيراً ويتساءل، هل إن عملية القتل فخ لإثارة إيران وإغرائها بعمل عسكري يكون بوابة لتدميرها؟ أم أنها رسالة دموية لها لإجبارها على الجلوس إلى مائدة المفاوضات؟ وهنا ستكون خياراته في الرد وفقاً لاعتبارات عدة. سيرى صانع القرار الإيراني أن طريقة الاستهداف تسيء إلى الصورة التي حرص عقوداً طويلة على تسويقها للعالم، وهي تختلف في تبعاتها داخلياً وخارجياً عن طريقة استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد بداية العام الجاري. الاختلاف أن سليماني قتل خارج أراضيهم، بينما زاد قتل في الداخل على الرغم من الحماية المرافقة له. ومعنى ذلك أن كل هذه الأسطورة عن عظمة إيران باتت واهية بعد أن ثبت أن أجهزة المخابرات الأجنبية ترصد وتراقب وتقتل شخصيات مهمة في النظام من دون أن تستطيع الأجهزة الأمنية من كشفها. وفي هذا الموقف الخسارة مضاعفة، خسارة في الداخل أمام المعارضين الذين كانت أجهزة الأمن تقمعهم بشدة عندما يخرجون في تظاهرات شعبية، وخسارة أمام الأتباع والأذرع
الذين يستمدون قوتهم وعنجهيتهم من قوة وعنجهية صانع القرار الإيراني. على الرغم مما يقوله ويفعله ويهدد به المتشددون من أركان النظام، فإن الرد لن يكون استفزازياً. لم يفعلوا ذلك عندما قتل قاسم سليماني الذي كان مهندس استراتيجيتها في الشرق الأوسط، لكن السؤال الأهم هو هل الهدف من عملية الاغتيال كان تعطيل مسار الرئيس الأمريكي القادم نحو طهران؟ تنويع بايدن في الوظائف العليا ليس تغييرا جذريا. سلطت صحيفة الجارديان في مقال الصحيفة نسرين مالك ترجمته عربي 21 الضوء على أو سلط الضوء فيه على تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وما جاء فيها من تنويع بالوظائف السياسية، لا سيما إشراك الكثير وبناء أيضا من إدارته من عناصر النساء على حد ما وعد هو وأطلق هذا الوعد بايدن خلال حملته الانتخابية بأن تكون حكومته الأكثر تنوعاً في تاريخ أمريكا. قام بتعيين فريق اتصالات مؤلف بالكامل من النساء، كما أنه قام بتعيين العديد من النساء الأخريات في وظائف عليا. بعض هذه المناصب لم تشغلها امرأة من قبل، وكما كان الحال مع اختيار نائبته كامالا هاريس، فقد كان الترحيب بذلك كبيراً. يعدد مقال في صحيفة واشنطن بوست نقلته الجارديان أربعة أسباب حول تشكيل النساء 50% من حكومة بايدن، ويقول إن بايدن مدين لهن بذلك، فإن الأمر يبدو سيئا عندما تكون هناك دول أخرى مثل فنلندا وجنوب أفريقيا وصلت إلى ذلك أولا. وتقول إن بايدن يتعرض لضغوط ومن خلف الكواليس للوفاء بوعده بالتنوع العرقي وتعيين المزيد من الأشخاص الملونين بشكل عام، وقد دعا بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى تعيين ما لا يقل عن 5 لاتينيين آخرين في مناصب وزارية عليا، وكتب المشرعون الأمريكيون الآسيويون ومن جزر المحيط الهادئ أنه سيكون مخيباً للآمال بشدة إذا لم يتم ترشيح العديد منهم للوظائف، وتضيف قد تكون هذه بداية لشيء إيجابي، ولكن يمكن أن يكون طريقاً مسدوداً وللتنوع مساران. الأول هو أنه إحدى الوسائل الهامة التي يمكن من خلالها معالجة التفاوتات الهيكلية التي أدت إلى تهميش تلك المجموعات في المقام الأول، والثاني أنه يكون نوعاً من سباق ترحيل الهوية، حيث يتم تسليم النساء والأشخاص الملونين العصا ويواصلون الجاري، فيعملون على تعزيز الوضع العرقي والاقتصادي الراهن. يعدد مقال في صحيفة واشنطن بوست نقلته الجارديان أيضاً أسباباً حول تشكيل النساء 50% من حكومة بايدن، ويقول إن بايدن مدين لهن بذلك، فإن الأمر يبدو سيئاً عندما تكون هناك دول أخرى مثل فنلندا وجنوب أفريقيا وصلت إلى ذلك أولاً. كذلك قالت إن بايدن يتعرض لضغوط ومن خلف الكواليس للوفاء بوعده، وكذلك بالتنوع العرقي وتعيين المزيد من الأشخاص الملونين، بالإضافة إلى قضية تعيين النساء. قبيل استشهاده يوم الجمعة الماضي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي صادف يوم عيد ميلاده، تمنى الفتى الفلسطيني علي أبو عليا أن يحصل على مفاجأة في هذه المناسبة وفق ما روت والدته. أعدت الأم الطبق الفلسطيني الشهير باسم المقلوبة ووضعت الهدايا جانباً، لكن علي لن يعود إليها أبداً، فقد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت على أطراف قريته. وتعيش قرية المغير منذ الجمعة حالة حداد على الفتى الذي علقت صوره على الجدران والمركبات وعلى أسلاك الكهرباء، وأصبح الشهيد البطل رغم صغر سنه. ويقول والده أيمن أبو عليا وهو يقلب المسبحة في يده في بيت العزاء عند سماع صوت الطلقات النارية على أطراف القرية: ألتفت حولي لكنني لم أجد عليا.
نشاهد الآن سويا الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.